أثبت الوحي قرآن وسنة أن الأكوان سماء وأرض وحجر وشجر ودواب كلهم عباد لله، ولهم مشاعر يتفاعلون بها مع الله بل ومع الخلق. فأنت مش لوحدك حتى لو مفيش إنسان حواليك، معاك أرض تعرفك وتشاهد أفعالك، أفعال الخير وأفعال الغلط. هذه الأرض وما فيها من حصى تسبح بحمد الله عز وجل في كامل الخضوع، حتى إن سيدنا رسول الله كشف للصحابة عن تسبيح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم. وإذا قامت القيامة الإنسان هيستغرب من أفعال الأرض لدرجة أنه هيسألها: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. مش بس كده، عايزك تعرف أن السماء اللي فوقك دي مفعمة بالحياة والمشاعر، وبتتأثر جدا من معصية بني آدم. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. بل إن ربنا في سورة الدخان أثبت عدم حزن السماء على موت فرعون مدعي الألوهية. قال: لما مات فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور بينقل حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل عليه منه رزقه، فإذا مات فقداه، افتقدوه، وبكيا عليه، ثم تلا الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. وسيدنا معاوية بن قرة بيقول إن البقعة التي يصلي فيها المؤمن تبكي عليه إذا مات، وبحذائها من السماء. شوف الحتة اللي بتصلي فيها والحتة اللي فوقها بيبكوا على الإنسان الصالح اللي بيصلي لما يموت. هذا الدفء، دفء الانسجام مع الأكوان المسبحة المعظمة لله، هو اللي أنقذ سيدنا يونس من الوحدة في بطن الحوت. لما ربنا سبحانه وتعالى شاء أن سيدنا يونس يقع في المية والحوت يلتقمه، قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها إمتى؟ الإمام السيوطي بيقول: لما استقر وحده في بطن الحوت سمع تسبيح الكائنات في جوف البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. فأنت مش لوحدك أيها العبد اللي اختار ربنا. وساعات تحس بسخرية اللي حواليك إنك منضبط وبتحافظ على قيمك، ما تقلقش من الانتقاد، أنت مع الله بل ومع الأكوان. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فتونس يا صاحب القيم بالأكوان وانت في طريقك لرضا الرحمن. فاللهم يا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد، اجعل ذكرك أنسا لقلوبنا ومعيتك شفاء لأرواحنا.